بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان كما تبعتوا حضرتوا معنا بعد مشكورين لأنكم كتجيو تغطيو أحداث ديال دوار جماعة وعرك باش تنقلوا الحقيقة للرأي العام واللي كتساهموا في التنوير ديالو بشكل كبير. كانت عندنا اليوم دورة استثنائية واللي كانت بطلب من أغلبية أعضاء المجلس طبقا للمادة 36 من قانون التنظيم 1413، واللي كان الطلب ديالنا كيتضمن 17 نقطة. السيد الرئيس مع الاسف انه عقد دوره استثنائيه خد 7 ديال النقط من اصل 17، وهو ما يتنافى مع القانون لان القانون والماده واضحه كتقول بانه الرئيس اذا توصل بطلب من طرف اغلبيه اعضاء المجلس خصو يعقد دوره استثنائيه داخل اجل 15 يوم من تاريخ التوصل بجدول اعمال محدد، والرئيس ما خلالوش القانون المجال باش يختار النقط اللي عجبته والنقط اللي ما عجبتوش. وبالتالي احنا في اطار نقطه نظام نبهنا السيد الرئيس بانه خصو يدرج 17 نقطه، وخاصه وان هذه النقط كانت موضوع طلبين. الطلب الاول تقدمنا به نهار 23 شهر 11 2022، والطلب الثاني تقدمنا به نهار 3 يوليو 2023. اذا بعد مرور اشهر، ماشي 15 يوم، بعد مرور اشهر السيد الرئيس ما بغاش يستجيب، واليوم طلبنا منه انه غادي ياجل هذه الدوره الى حين انه غادي يدير دوره استثنائيه ويدرج جميع النقط اللي طلبناها باش نكونوا منسجمين ومتلائمين مع القانون. الرئيس قدم لنا جواب، الجواب خارج عن الاطار، يبرر الرفض ديالو للنقاط، وكذلك نائب الرئيس نائب الرابع خذا كلمه وبدا كيعطينا دروس واتهمنا باننا ما عندناش اخلاق، وطلبنا منه انه هذه الكلمه لان اعتبرناها زله لسان، لانني ما كنت اعتقد بان شخص منتخب ونعتقد انه انسان محترم انه غادي يقول هذا الكلام في وجه اعضاء المجلس ويتهمهم بان ما عندهمش الاخلاق. قلت له اودي يسحب هذا الكلام، ما بغاش يسحبه. قلت له اذا يا اما غادي تسحبه باش نعتبروه بانه زلة لسان ونعتقدوا بانه كشيء لم نسمعه، او لا انه يؤكد باش نعرف. فحينما قال اؤكدوا ان ما عندناش الاخلاق انسحبنا، لانه اذا كان ما عندناش الاخلاق اذا ما عندناش الاهليه. ما عندناش الاهليه ديال تمثيل السكينه، ما عندناش الاهليه ديال ممارسه المهام ديالنا التداوليه، وهذا اهانه بالنسبه لنا. وكنطلب من السيد الرئيس والسيد القائد ممثل السيد العميد ان هذا الشيء تدرج لانه كيعتبر مس بالاخلاق ديال الاعضاء، وهذا يعني يتنافى مع القيم ومع القانون، لان الاجواء اللي خصنا نعقد فيها الدوره خص تكون محترمه ويكون الاحترام المتبادل، يكون نقاش الهاتف، وكذلك ان السيد الرئيس خصو يستجب للطلب ويكون منسجم مع القانون. ما كما قلت ماشي القانون غيبقى يطبقوا النهار اللي بغى. اما التبرير ديالو بان راه هاد النقاط راه ما عندهاش تبرير، انا قلت له بانه خصو يدير هاد النقاط في جدول الاعمال، ديك الساعه نفتحوا نقاش ونقدموا التبريرات علاش قدمنا هاد النقاط. والسيد الرئيس وباقي اعضائه عندهم الحق انهم يناقشوا معنا ويقنعونا، واذا قنعونا بان هذيك النقاط مثلا يعني ما خصهاش تكون، اكيد اننا سنكون ونحتكم الى الصواب ونتراجعوا. لذلك احنا طلبنا فقط، لان اللي مهم هو المقرر اللي غياخذ المجلس ماشي هو ادراج النقاط. احنا وكل نقطه نعتقد انها تستحق المناقشه ادرجناها وطلبنا منها، والنقاش هو اللي غادي يدينا لواحد المقرر اللي لابد ان الاغلبيه ستحتكم الى الصواب. لذلك بعد هذا الاستفزاز اللي تلقيناه من النائب الرابع للرئيس اللي اتهمنا بان ما عندناش الاخلاق، اضطرينا اننا نسحبوا من الجلسه، لان هذه الجماعه راه ماشي ملك ديالهم، هذه ملك ديال المواطنين وكيأثرها القانون، وبان غياب القانون داخل الجلسات كيخلينا اننا غادي نسحبوا لان ظروف ديال النقاش والاحترام ما توفرش. وشكرا.